موهبتان شابتان عاشقا الفن وشكلا ثنائي فني منذ بداية تعرفهما، فعندما يجتمع الصوت الصافي والإحساس القوي مع العزف المتمكن والأداء الجميل يمكن لأذنك أن تطرب بسهولة. ضيوفنا برابع أيام العيد أريج من المواهب السورية المميزة يلي عم تخطو خطوات هامة بعالم الفن، وأكيد رح تحبون مثلنا، وهن المغني زين الشيخ والعزف الموسيقي علي زينة. بيسعد صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم زينة وعلي. نحن عرفنا أنه أنتم يعني مشكلين فريق مشترك من سنين قديمة، خبرنا كيف يعني تم هالتشاركية وقديش هي حققت نجاح لكم؟ أول شيء لكم كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله يا رب عيد رح يكون خير علينا وعلى بلدنا سوريا وجيشنا وقائدنا. بالبداية أنا وعلوش شريكي علي نشأنا بمعهد دار الفن، لا طبعا المعهد هو أخوي المسؤول عنه، أخوي الأستاذ أحمد الشيخ، هو معهد موسيقي. فنشأنا في بالمعهد تقريبا من 10 سنين وتابعنا سوا مع بعض تحت إشراف الأستاذ أحمد، وحفلات ومراكز ثقافية ونشاطات كثير متنوعة، حتى الحمد لله وصلنا لهي المرحلة. الحمد لله. علي خبرنا شوي عنك، أنت بتعزف على الأورج، من أين بتعزف؟ كمان من 10 سنين ولا في موهبة من قبل؟ لا كمان من 10 سنين بلشنا كمان بمعهد دار الفن، كنت وقتها بحدود صف سادس تقريبا، أخذنا رحنا على معهد دار الفن تحت إشراف الأستاذ أحمد الشيخ، سجلنا عنده، كان في موهبة ونماها الأستاذ، اشتغل علينا، تعب معنا كثير طبعاً، وأنا بوجه له تحية كثير كبيرة. أكيد نحن كمان. حابين نسمع شيء من حضراتكم بلش صباحنا فيه. يلا نبلش شيء رايق على. رجعنا. صباح مميز دائما مع الموسيقى، الموسيقى بتحمل لنا يمكن الى عالم اخر وبتعطينا شغلات كثيره. خلينا نحكي شوي هيك عن تجربتكم الموسيقيه، تناغمكم مع بعضكم خلال ال10 سنين، كيف هيك تناغمتوا لحتى شكلتوا هذا الثنائي؟ هلا الموسيقى هي مثل ما حكيت يعني عالم ثاني لحاله، يعني دراسه بدنا موسيقى، بالعمل اي عمل خارجي بدنا موسيقى، فهي غذاء للروح. تمام. انا وعلوش في انسجام بيناتنا، يعني بنشتغل سوا بالحفلات، بنشتغل سوا باي مكان سواء خارجي او داخلي بالمعهد او بال هي صداقة اللي جمعتكم ولا الموسيقى اللي جمعتكم؟ صداقة وموسيقى. صداقة وموسيقى. علي شو المراحل يمكن اللي مريتوا فيها لحتى طورتوا حالكم اكثر، وشو الشيء اللي عم تحاولوا تسعوا له عبر هالتشاركية وهالعمل بالفن؟ هلا مرينا بمراحل كثير بيناتها، هلا عملنا كثير حفلات بالمراكز الثقافية، حفلات بمهرجان العاديات،
طبعا كان قبل الاحداث حفلات ماراثون جبله، حفلات مهرجان شاركنا في كثير شغلات. هاي الموضوع ساعد بالتطور والتقدم، انه تاخذي على الجو المحيط بالحفلات، انه تفهمي كيف تشتغلي على الاله بارض المعركه يعني مثل ما بيقولوا. فهذا الموضوع طورنا، واضافه الى تعب الاستاذ، يعني الاستاذ ضل علينا، عرفت كيف؟ الاغلاط عنده ما بيرضى باي غلط صغير يعني، عرفت كيف؟ ضلوا ورانا حتى انه الحمد لله وصلنا لهالمرحله هيك. يعني الموهبه بدها صقل دائما وبدها متابعه علميه. الموسيقى دراسه اكاديميه بالموسيقى، دراسه اكاديميه. نعم، ما التناغم ما بين الالتين، يعني العود والاور كثير. رح بشتغل انا وعلي وانا والاستاذ احمد حتى بالمعهد، في كثير تناغم، يعني بتحسي انت العود عم يحكي مع البيانو، البيانو عم بيحكي مع العود، بيصير انسجام كثير حلو، بيطلع كثير شيء احساس من القلب من وسط الاخرين. اليوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك، كيف حابين توجهوا معايده بطريقتكم؟ اكيد نوجه معايده لجيشنا الحبيب، لقائدنا الغالي، شعبنا جميع، وسوريا الحبيبه. سمعكم اغنيه للعيد، يلا نلعب. وش طال السهر وليالي العيد، نمت عكت فغنانينا، يا رايحين بعيد بعيد تبقوا سكروا ليالينا. وطال السهر وليالي العيد، نمت عكت فغنانينا، يا رايحين بعيد بعيد تبقوا سكروا ليالينا. دق القمر على باب الدار، ضلوا علينا الحبايب، أهل المحبة كبار صغار، كل الحبايب وراي. دق القمر على باب الدار، ضلوا علينا الحبايب، يا رايحين كبار صغار تبقوا سكروا ليالينا. وطال السهر وليالي العيد، نمت عكت فغنانينا، يا رايحين بعيد بعيد تبقوا سكروا ليالينا. شكرا لكم ويسلم هالصوت وهالعزف. كان يعني فعلا ما في اجمل من الموسيقى. اريج، لوين حابين توصلوا؟ زين، كيف عشو عم تشتغلوا؟ نحن لساتنا باول الطريق يعني، فحابين نوصل لشيء فوق ان شاء الله يا رب. حابين نمشي بمسيره انه نوصل لشيء احترافي، نقدم شيء للبلد، نقدم شيء راقي جدا بالموسيقى، نطور حالنا لمراحل متقدمه، فينا نخرج اجيال مثل ما أساتذتنا اللي قبلنا، أخواتنا اللي تعبوا علي أنا وعلي بالذات، مثل ما خرجونا هن وتعبوا علينا. فنحن حابين إحنا نوصل هاي الرسالة كمان، يعني في رسالة حاملينا. وكمان عرفنا أنه أنتوا عم تدرسوا أيضا بالمعهد بهالعمر يعني وبهالخبرة يمكن القليلة، قدرتوا تعطوا كل شيء عندكم للأجيال الصغيرة. اليوم قديش هالتجربة كمان صقلت موهبتكم وكيف تقيموها؟ هلا تجربة بالنسبة لعمرنا كبداية كمان، إضافة إلى الدراسة الجامعية، كانت تجربة كتير حلوة. هلا هذا الموضوع مثل ما قال لك زين، إنه رسالة مثل ما وصلتنا بدنا نحاول نوصلها لطلابنا. موضوعنا بنص إنه حول صقل مواهب مثل ما حكينا. في طلاب فعلا والله عندهم شيء داخلي، عندهم إحساس داخلي، نحن عم نعمل كرمال نحن نبين. يعني اليوم سوريا عم تشهد انتصارات بدير الزور، والحمد لله ان شاء الله يعني هيك بينفك الحصار عن هالمدينه اللي عانت كثير. احنا حابين انه نسمع منكم شيء عن افراح الشعب السوري اليوم بانتصارات الجيش العربي السوري. شو بنهدي شيء لرجال الجيش؟ يلا مهدي ان شاء الله بلدي. لا
بلدي. يا سوريا يا بلدي بلدي. الجوانح يا مواسم الألفين يا بلدي يا بلدي. ومعمرة بقلوب الياني ومزنرة وسطوح حكايات وسطوح حمرايات. يا بلدي بلدي يا سوريا يا بلدي يا بلدي. لسوريا بلدنا الحبيبة وتحية لكم. اليوم بهالمجال اللي أنتوا مبلشين فيه كل حدا بيحلم يوقف على مسرح معين أو يشارك بمهرجان بيعني له الكثير. زين أنت وين حابب تشارك؟ أنا حابب أوصل يعني لشيء كبير، يعني هذا أنا حلمي، حابب أن يكون ببرنامج ببرنامج على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم، اني اطلع ابرز شو في عندي انا. تمام، مثل برامج كثير عم تطلع مثل ذا فويس مثلا. هذا حلم، حلم لاي حدا بيحب انه يغني صح، بيحب انه يوصل رساله بصوته لاي شخص لاي حدا بيحبه لبلد بيطمع انه يكون بهيك برنامج. كان باول الطريق فعلا الواحد بيتمنى انه يسقط اسم موهبته بشكل اكبر. علي، يعني شو هي اكثر العوائق اللي عم تواجهكم انتم بما انكم لساتكم هلا بالبدايه؟ هلا العوائق ممكن عوائق مثل ما بيقولوا بالعاميه عرضيه، انه مثلا ضغوطات شغل، عرفتي كيف؟ ضغوطات جامعه، دراسه، التزام بالبيت، عرفتي كيف؟ شو عم تدرس؟ يعني انا عم بدرس معهد تقنيه طبيه بس مخابره حالي. ما درست موسيقى؟ موسيقى لا، هي موهبه معهد درسني هالاستاذ. يعني اليوم قديش الموهبه اذا ما كانت مثقله بدراسه اكاديميه كانت موهبه عند كل شخص وعرف ينميها بالطريق الصحيح، قديش بيقدر هو بالفعل يحقق موهبته ويحقق الانتشار لها؟ هلا اكيد اي موهبه بدون صقل بطريقه صحيحه حتعذبه لاي شخص، فنحن عم نسعى دائما ندرس الموسيقى بطريقه اكاديميه لحتى نوصل للشيء اللي احنا طامحين له. تمام، كمان تفضلي. كمان حابين نسمع من حضراتكم. يلا نسمع شيء على الطوب على الطعود. لا بهجتنا والفرح وتغمر دارنا البسمية والفراح. قضينا العمر والفضل والفراح وضاع العمر هجران وغياب. يا حالي يا حالي يا حالي لي
لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لو جاني يوم مرسالك طمني في يوم عن حالك لو جاني في يوم مرسالك طمني في يوم عن حالك أطرق لبواب كرمالك واسجد على أبواب الله واسجد على أبواب على أبواب على أبواب لكم. يعني لين ما بين الغناء والعزف أني أكثر شيء بيستهويك وقتك وتدريبك لوين بيروح أكثر؟ لا أكيد للغناء. للغناء أكيد للغناء، بس منحاول بطريقة أو بأخرى أنه نوفق ما بين العزف والغناء، خاصة أنه أي فنان المطرب بالتحديد بده يغني صح يعزف عود، يعني حيكون الانسجام ما بين عزف وآلة العود وغناءه بطريقة سليمة، فنحن الحمد لله عم نشتغل على هذا الموضوع وإن شاء الله نوصل لمستواك تمام إن شاء الله. علي اليوم عم نشوف انه في انتشار كتير كبير للاغاني اللي يكون عم تكون شوي دون المستوى، انتو اليوم كفريق وكتشاركية قديش عم تحاولوا تسعوا للحفاظ على الفن الاصيل وايضا على الفن اللي احنا ربينا عليه عبر اغاني اللي عم تقدموها بحفلاتكم بمهرجاناتكم وايضا ان كان عبر تدريسكم لهذا المجال؟ هلا الفن الشعبي هو فن سوريا، ساحل سوريا. في بعض الفنانين أدوا بأسلوب خاص وفي بعض الفنانين حافظوا عليه مثل ما كان قديم. هلا نحن بدورنا عم نشتغل بما يرضي الأذواق، عرفت كيف؟ هلا في نطلع مثلا حفلة في عالم تحب تنسجم مع الطربي، في عالم تنسجم مع الإذاعي، في عالم تنسجم مع الشعبي، عرفت كيف؟ هذا الموضوع بس هو إنه إرضاء أذواق، شرائح معينة من العالم. برأيكم انه الفنان لازم يقدم كل الانماط؟ اكيد طبعا اكيد طبعاً. اكيد الفنان اذا حابب يوصل بطريقه صح للجميع، يعني مو انه اي فنان حيوصل للكل، هو تحت اسم فنان فن، والفن لازم يحاول يقدم كل شيء، كل المجالات، كل الالوان، يعني ما ياخذ اختصاص معين ويمشي فيه. هلا في عالم كثير انه بتمشي بمنحة واحد ما بتنتقل لشيء ثاني، انا بفضل اني يكون شامل بكل الالوان الغنائيه لاوصل للشيء اللي بدي اياه. عم تحضروا لشيء مشترك، شيء اغاني ممكن جديده تطلقوا انتم وباسمكم تكون خاصه فيكم؟ اكيد هلا عم نحضر لكذا اغنيه، طبعا بوجه له تحيه للاستاذ احمد الشيخ من كلماته والحانه وتسجيله وتوزيع اخوي ميلاد الشيخ، طبعا بالاكيد مع اللوش الغالي على الكيبورد حيكون له شغل كثير حلو ان شاء الله بالايام الجايه. شو الانماط اللي رح تكون موجوده باغاني مختلفه؟ يعني شيء إذاعي حديث، شيء أغاني ناعمة، شيء أغاني رومانس رايقة، هنشكل إن شاء الله. إن شاء الله، يعني بتمنى لكم كل التوفيق. مثل ما ذكرتوا قبل شوي كمان أنتوا عم تدرسوا أطفال، قديش عم تسعوا أنكم تعطوا يعني رسالة تأدوها بشكل صحيح لهذه الأطفال، تعلمون الموسيقى، تعلمون قيمة الموسيقى بما أنكم أنتوا تعلمتوا قديش الموسيقى لها قيمة؟ تماما. هلا التعامل مع الأطفال صعب، صعب شوي، يعني بده الواحد فترة منيحة لحتى انه يقدر يعرف هذا الطفل كيف لازم اتعامل معه، هذا الطالب كيف لازم انا امشي معه، كيف المنحل لازم انا اتبعه مع عامة الطلاب لحتى وصلهم لمرحلة حلوة. فنحن شوي عم نتعب بهذا الموضوع، بس طبعا عم تلمسوا نتائج؟ اكيد الحمد لله، الحمد لله. يعني سنويا عنا بالمعهد الحمد لله الطلاب إذا ما الأول أو الثاني أو الثالث على مستوى القطر. رواد المعهد عنا الحمد لله. علي كيف عم تلاقي التعامل معهم؟ طلاب مثل ما لك هذا في صعوبة، طالب بيني أصلاً من الصغار، إحنا مستقبل أعمار من 5 سنين وطلوع، تمام؟ هلا طلاب الأعمار 5 سنين بدك شوي تراعيهم وتراعي مخهم ويكونوا بأول طلعتهم. أحياناً بيعندوا على بعض الأغاني بالدنيا حابينها مثلاً نمط معين، بس هذا الشيء بيرجع إنه مراعاة طالب، مراعاة وضع الطالب وعمره للطالب. بتتحسب نفسية طبعا. بنفس الوقت على كثر ما انه صعب
التعامل مع الطفل كثير ممتع. قديش اليوم عم تنتشر يمكن الموسيقى بشكل اكبر بشكل اوسع؟ يعني زمان ما كنا نشوف هالقد الاطفال او الاهالي بياخذوا اولادهم على المعهد ليتعلموا موسيقى، اليوم قديش احنا عم نشوف انه لا الاهالي صار عندهم وعي الموسيقى بالتربيه ايضا. الموسيقى بالفترة الأخيرة بفترة الأزمة اللي نحن مارين فيها إن شاء الله يا رب حتعدي على خير إن شاء الله. الأهالي اتجهوا للموسيقى بإضافة للنشاطات الثانية اللي بحياة الأطفال بتطلعهم من هذا الشيء، من هذا الكبت اللي جواتهم، تمام، بيخرجوا من هذا الشيء اللي عم بيشوفوا على التلفزيون، الشيء اللي عم بيعيشوا، الأخبار اللي عم بيسمعوا واللي عم تحبط لهم نفسيتهم، فهي الموسيقى كتير بتريح نفسية الطفل بتخليه ينتقل لشيء ثاني. غذاء الروح بالتأكيد. تمام. كمان شو حابين تسمعونا اليوم ضمن صباحنا؟ نسمع شيء كمان؟ ممنونة. نسمع شيء رايق. ممنونة. يا. ممنونك أنا عالبار، ممنونك عم عيش بهنا يا حبيبي، ممنونك ممنونك أنا عالبار، ممنونك عم عيش بهنا يا حبيبي. تتهنى وتنسى الأسى واللوم من قلبي، بتمنى عينيك تشوف النوم. رب تتهنى وتنسى الأسى واللوم من قلبي، بتمنى عينيك تشوف النوم. زعلان قلبي عليك، ما في شوفك هيك، عم يرشفوا ايديك قدام عيونك. زعلان قلبي عليك، ما في شوفك هيك، عم يرشفوا ايديك قدام عيونك. ممنونك أنا عالبار، ممنونك عم عيش بهنا يا حبيبي، من دونك هجرك ما ضيعني، انت اللي قلبك ضاع ندمان، شو يعني مطرح ما كنت رجع. هجرك ما ضيعني، انت اللي قلبك ضاع ندمان، شو يعني مطرح ما كنت رجع. شكرا لكم ويسلم هالصوت الجميل وايضا هالعزف الرائع. نحن نتمنى لكم كل التوفيق وتوصلوا للمراحل والمراتب اللي انتم حابين توصلوا لها والشهرة. شكرا كثير لكم زين وعلي، نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بتوصلوا لاماكن كثير كبيره وبتوقفوا على اهم المسارح مثل ما انتم عم تتمنوا، وان شاء الله هيك بنلتقي فيكم وانتم محققين النجاحات يا رب. شكرا كثير لكم. نحن نشكركم كثير 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 على الاستضافه الحلوه. نتشكر الاستاذ يامن ديت كمان. شكرا لكم. هلا ميسان وصلنا